أطياب المرشود نزلوا تحفتين فنيتين يدد، مرشود 2 ومرشود 3. أول شيء أتكلم لكم عن الحجم والشكل. الحجم وايد حلو وعملي وخفيف. أنا وايد حبيت أحب العطور الصغار حق الجناط، فالحجم وايد حلو. وأنا لأني وايد أعشق مرشود 4، تدرون إيش كثر أحبه، فكنت ناطرتهم لأن أدري هذا الكوليكشن دائما يبدعون فيه المرشود. مرشود 3 ستايله فلورال ناعم نهاري شي صباحي نسائي أكثر شيء أحسه. العطر فيه روزبيري وباتشولي وجازمن، وايد فرش العطر، وايد حلو حق النهار. أما مرشود 2 أثقل شوي لأنه في عود وباتشولي وفانيليا، اثنينهم أجمل من بعض، مختلفين عن بعض تماماً. هذا مرشود 3 نهاري، هذا أثقل شوي. أنا الاثنين حبيتهم لأن شخصية الاثنين مختلفين ومتناقضين تماماً، علشان كذي نزلت لكم الاثنين عندي بالبوتيك. سعرهم روعة، حجمهم روعة، وروائحهم خطيرة خطيرة. اللي يحبون هاللاين من عطور المرشود وايد راح تحبون هالعطور الاثنين.